بتوجيه من سماحة السيد أحمد الصافي دام عزه المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة لجمعية العميد العلمية والفكرية وقسم الشؤون الفكرية والثقافية على ضرورة استثمار عيد الغدير الأغر للاحتفاء بالإمامة، فجاءت فكرة المؤتمر الأول لأسبوع الإمامة الدولي بعد جلسات وتحضيرات دامت عاماً كاملاً لإنجاح النسخة الأولى منه، والتي ستنطلق فعالياتها للمدة من 16 من تموز 2023 ميلادية الموافق 17 إلى 24 من ذي الحجة 1444 هجرية، وتحت شعار النبوة والإمامة صنوان لا يفترقان، وبعنوان الإمامة نظام الأمة. وما كان هذا النجاح إلا بفضل توجيهات سماحة المتولي الشرعي دام عزه ودعم السيد الأمين العام دام تأييده وإسناده والمتابعة الحثيثة والدؤوبة من قبل جناب السيد نائب الأمين العام والسادة أعضاء مجلس الإدارة الموقر دامت توفيقاتهم. أصل فكرة انطلاق أسبوع مؤتمر أسبوع الإمامة جاء حسب توجيهات سماحة السيد المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي دام عزه بأن يكون هنالك مؤتمر بمناسبة عيد الغدير يحوي أو يتضمن عدة مؤتمرات للأئمة الاثنى عشر ابتداء من مولانا الإمام عليه السلام وانتهاء بالإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. يراد لفكرة أسبوع الإمامة أن تسلط الضوء بصيغة 7 مؤتمرات علمية، أن تكون الإمامة بلحاظ مصادقها من المعصومين عليهم السلام، حيث أن لكل معصوم دورا قام به بلحاظ تكليفه. يهدف هذا الأسبوع إلى توحيد الجهود التي تبذلها العتبة لإقامة مؤتمرات فردية عن الأئمة سلام الله عليهم. تقريب وتعزيز وإفهام فكرة الإمامة لعامة الناس. اقترحنا مجموعة من المقترحات، كيف يدار هذا الأسبوع، كيف تقام فعالياته، ما هي هذه الفعاليات، المدة التي استغرقها قبل 6 أشهر تم انطلاق الفكرة، تم تسمية لجان تحضيرية، لجان علمية، لجان إعلامية للإعلان والانطلاق للمسابقات. الجهود العلمية لأسبوع الإمامة تقسمت على أقسام متعددة من العتبة المقدسة. كجمعية العميد العلمية والفكرية اتخذنا على يعني عاتقنا مؤتمرين لهذا الأسبوع الإمامة، ووزعت المؤتمرات الأخرى على الجهات الأخرى كقسم الشؤون الفكرية والثقافية، قسم المعارف، قسم التربية والتعليم العالي، وجامعة الكفيل وجامعة العميد. في قسم التربية والتعليم العالي في العتبة العباسية المقدسة تبنى قسم التربية والتعليم اليوم 6 من أسبوع الإمامة، وهذا اليوم مخصص للإمامين العسكريين عليهم السلام، حيث قسم هذا اليوم المؤتمر إلى 5 محاور، كل محور يتبنى موضوعة تخص الإمامين العسكريين. مركز العميد الدولي. هنالك على هامشها مسابقات 7، تراوحت هاي المسابقات في أغلب الفنون. الأولى كانت مسابقة الفيلم القصير والتي تتحدث عن الإمام علي عليه السلام، هذا اليوم الأول. المسابقة الثانية هي مسابقة الفنون البصرية، جاءت هاي المسابقة وفق محورين مهمين، الأول في الرسم والثاني في التصوير الفوتوغرافي، هذه طبعا تكون عن الإمامين الحسن والحسين عليهم السلام. المسابقة الثالثة المهمة أيضا هي المسابقة الشعرية، تكون على الإمام السجاد والإمام الباقر عليهم السلام. المسابقة الرابعة هي مسابقة الخط العربي على الإمامين الصادق والكاظم عليهم السلام. اليوم الخامس هنالك مسابقة عن المقالة الأدبية
على الإمام موسى الكاظم عليه السلام. المسابقة السادسة هي مسابقة الفيديو عن الإمامين العسكريين عليه السلام، وأيضا السابعة عن القصة القصيرة عن الإمام المهدي عجل الله تعالى. جميع الأبحاث التي تصل والتي تقوم فكريا وعلميا سيتم إلقائها على المنصة، والبحوث التي قبلت ولكن لا تلقى على المنصة ستطبع بكتب وقائع المؤتمر. هذه المسابقات بصورة أو بأخرى تم تحديد لديها يعني قيم مالية، مركز الأول والثاني والثالث قيم ممتازة جدا، تم ترويجها على كل المعاهد والنقابات والجمعيات والمؤسسات الأكاديمية بشكل خاص، وتم الإعلان عنها. نأمل في السنة القادمة إن شاء الله أن تكون المشاركات أوسع ومن داخل البلد وخارج البلد.